السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. فاليوم موضوع على الثمن ديال هذا القفص هذا وشحال خديته. فبزاف الاخوان كيقول لي بغيت شي قفص كيفاش هذا، بغيت نسول على الثمن ديالو، بغيت القفص اللي نتشفيه يكون مريح للطيور ومزيان. فاليوم الاخوان بغيت نشارك معكم هذا القفص. فبالنسبه لي كانه مريح للكوبلات اللي بغيتي تستعمل. فالاخوان بالنسبه لهذا الثمن ديال هذا القفص كيبقى ب 190 درهم باش خديتهم في السوق حاليا. فالاخوان كما كتعرفوا كلشي طلع دابا في الثمن. فهاد الاقفاص كنا كناخذهم 140 درهم 150، كتبقى غادي كيتزاد، دابا راه وصل ل 190 درهم كما كتلاحظوا. فهذا هو القفص المناسب اللي بغيت نتشفيه. يقدر لك تقسمه بحال هكا على جوج، راه فيه السيباراسيون ديالو. بغيتي تحيد السيباراسيون تخدم به كامل، انت لك اختيار ديالك. بغيتي تطلق فيه شنابر كما تندير انا، خدام بها هكا وهكا، كنطلق فيه اما شنابر يا اما كنقسمو، كنخليه بهاد السيباراسيون ديالو، كندير كوبله هنايا وكوبله على اللي من هنا وكوبله هنايا، وكنخلي هاد السيباراسيون ديالو ونسبه كيخدم مزيان. فالكوبله كتبقى مرتاحه وعندها شويه ديال السباس فين هذا. وبالنسبه للاخوان هذا يستعمل، اللي بغى يستعمل القفص ديال السيباراسيون من الاحسن ياخذ هذا. فهداك ديال السته ديال الوكالات كيبقى مضيق شويه، هذاك مزيان الا بغيت تخدم فيه جويجه وحده، هذاك تخليه تحيد ليه سيباراسيون. فبالنسبه الا بغيتي تخدم بالسيباراسيون كنفضل هذا من الاحسن. فبالنسبه للثمن الاخوان ما كاينش شي فرق، هذا داير 190 درهم والاخر كيدير 180 درهم دابا حاليا، بيناتهم 10 دراهم، وغتربح مساحه ديالهم وتخلي الكوبلا مرتاحه. فبالنسبه للعرض ديالو الاخوان ففيه كما كتلاحظوا فيه 60 سنتيم، في 60 سنتيم في العرض ديال في الطول ديالو. هنا الاخوان في الارتفاع ديالو فيها 40 سنتيم كما كتلاحظ. فكما قلت لكم فهاد القفز مزيان كالوبسيت، تقدر تفرغ فيه كالوبسيت مزيان، الكاكاريكي مزيان بحال هكا بزاف ديال الانواع. كما قلت لكم انا كنستعملو شخصيا، كندير فيه اما شنابر اما كنخليه بسيباراسيون، كندير مثلا كوبله هنا وكوبله هنا. فكتلصق ليه العش، كتحيد الباب هنايا، كدير ليه العش على هذا الشكل هذا، وكدير مثلا كوبله وحده اخرى هنايا، كدير العش على الطريقه هنا على اليمين عاوتاني. فكيكون عندك جوج ديال الاعشاش وتقدر تستعمل فيه جوج كوبلات، ماشي مشكل. فكما كتلاحظوا الاخوان فكما قلنا الثمن ديالو دابا حاليا في السوق راه داير 190 درهم. دابا راه بداو يطلعوا شويه كاع السلعه، كلشي تزاد دابا حاليا. غندوز لكم على الثمن ديالو حاليا في السوق، هادشي باش خديته اليوم. وبالنسبه للاعشاش اللي كنستعمل الاخوان، شحال محصولين العش اللي مناسب. فكما كتلاحظوا الاخوان فهذا عش مناسب، فكما كتلاحظوا هنايا فكاين فتحات ديال التهويه، فكلها كيختلف على حسب الصانع ديالو. كاين اللي فيه اربعه ديال التقابي، كاين اللي فيه ثلاثه، بالنسبه لهذا فيه ثلاثه. فيه الباب هنا الفوق الا بغيتي تشوف الكوبله ديالك واش بيضات ولا شي حاجه بلا ما تفتح العش من التحت. وفيه كذلك باب من هنايا، هذا الا بغيتي تجبدو لك تفرخو لك ان شاء الله ولا شي حاجه، كتقوم بالتنظيف ديالو. فعلى هذا الشكل هذا. فبالنسبه للاخوان يتسائلوا على الثمن ديال العش شحال، فالعش كيتباع بحال هكا خاوي كيما هكا 35 درهم بحال هكا خاوي، ما فيهش هذا المجر. وبالنسبه للاخوان هذا المجر هذا بوحدو كيدير 15 درهم، يعني هادو بجوج هذا المجر والعش كيتقاموا 50 درهم كما قلنا، هذا ب 15 درهم كما كتلاحظوا على هذا الشكل. فهادو فيهم ماركات بزاف، كاين اللي كيتباع ب 10 دراهم، كاين اللي كيتباع 15 درهم. فهذا مزيان، البلاستيك ديالو مزيان وصحيح، وتقدر بحال هكا الا خدمات ولا شي حاجه كتحيد هاد العش هذا تنظفو وتعاود تستعملو بحال ما كاين حتى حاجه. فكيبقاو الثمن، قلنا هاد الثمن ديال العش الواحد 50 درهم، هاد المجر 15 درهم، والعش بحال هكا 35 درهم. فكما كتلاحظوا الاخوان اللي بغى ياخذ العش يختار يكون العود نفس واحد باش مصيب، الواجهتين يكونوا العود غليظ، ويكون العود ديالو يكون كاليتي مزيانه. انتما كما كتلاحظوا الاخوان فهذا عش مناسب. هم واحد يتسأل على العبار ديالو، فكيبقى العبار ديالو هو هذا 23 سنتيم في العرض، وفي الطول ديالو الاخوان 20 سنتيم.
هانتوما كما تلاحظوا على هذا الشكل هذا، فكيبقى عاود العبارات كيختلفوا على حسب كل واحد. فبالنسبه لهذا العبار كافي ومريح للوليدات، هكا كيكونوا اربعه الوليدات خمسه ما كيكونش واحد ما كيتزاحموا ما والو. فهاد القياس هذا مناسب جدا باش تفرق فيه ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو الاخوان ديال اليوم على هاد الاثمنه ديال العش وديال القفص، وتحياتي لكم جميعا الاخوان، وشكرا على اللي كدعمونا بجيم وكومونتيرات زوينين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.